الكلام اللي هقوله غريب قوي. ده هم يومين على وش الدنيا، هم يومين كلنا هنقعدهم على وش الدنيا وهنمشي. اللي جمعته، ان جمعته بالحلال نفعك، وان جمعته بحاجه تانيه هيبقى نار عليك. لو كنت بتؤمن ان في حساب، اذا كنت بتؤمن ان في حساب وان الكون ده ليه صاحب وجابنا وبنختبرنا، اذا كنت بتؤمن بكده. ما قلتش لناس ان، وحتى الناس المسؤوله عن الوعي، حتى الوعي الديني، ما اتكلمتش في حرمانيه اي سلوك من السلوكيات ديت، مع الوعد في الاعتبار ان الامور في الدول مش بالاخلاقيات وبالضمائر، الامور في الدول بالانظمه والقوانين، عشان بس تبقى الامور واضحه. لكن حتى النقطه دي غايبه عننا كلنا، مش عارفين ايه الحلال وايه الحرام في اللي بنعمله، مش عارفين ايه الحلال وايه الحرام اللي بنعمله. انا اسف اني بقول كده، انا مش بكلم كل الناس كده، بقول ان في كتير مننا ما ياخدوش بالهم وبيبصوا على الكلام ده يعمل ايه. تصوروا ان احنا لو انا هكسب نتيجه اللي انا بعمله ده، مش انا، انا راجل بشتغل يعني، بس من ضمن احتمالات اللي انا بعمله ده ان البلد دي تتخرب، ونجيل بكل حاجه، الفلوس بره وانا هسافر بعدها على طول ومفيش مشكله يعني. بس انت اوعى تفتكر ان الموضوع انتهى كده، انت مش فاهم حاجه، انت مش عارف ان ليها رب، والرب ده قادر على انه يحل المساله. مين؟ ربنا. ولا اي يوم في اللي فات كان عندي شك والله العظيم، واسالوا الحكومه لما كنت تقعد واضحك لهم بكره تتحل بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل مين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. ودايما كل ما استقامتنا تزيد وأمانتنا تزيد وشرفنا يزيد، هيبقى الفضل أكبر والكرم أكبر معانا كلنا. فكان لازم أقول لكم الكلمتين دول، عشان مش عشان أقيم حجة ولا حاجة،